يقولون أن رمضان شرع لكي نشعر بجوع الفقراء، لكن أليس في الشعور بتخمة الشبع حكمة أكبر؟ هذا الشهر هو تجسيد حقيقي لخيبة شهواتنا الكبيرة التي يسعرها الحرمان بنا طوال النهار. لحظة الإفطار نجد أننا رغم عطشنا الكبير غير قادرين على شرب أكثر من كأسين من السوائل من كل تلك الأصناف الباردة المصفوفة على الطاولة، ورغم جوعنا الكبير غير قادرين على أكل أكثر مما تتسع له بطوننا من كل تلك الأطباق التي ظللنا طوال النهار نتعذب بشم روائحها. فالجائع يشبع بقطعة خبز كما يشبع أيضاً بطبق من لحم الخروف، والعطشان يرتوي بكأس ماء كما يرتوي بعصير المانجا الطبيعي، واللذة تنطفئ مع زوجة عادية الجمال تماماً كما تنطفئ مع ملكة جمال العالم. ينطبق الأمر على كل الشهوات الأخرى، على موقع البيت الذي تقطنه، على درجة فخامة الفرش، على سعر الملابس، وعلى نوع السيارة. رمضان جاء ليعلمنا دروساً عظيمة. نحن نشتهي دوماً ما يفوق احتياجنا، ونزهد بما في أيدينا، ونكفر بالنعم، في حين أننا قادرون على الاكتفاء بالقليل. فما الداعي لأن نضيع حياتنا حسرات على أمور لو لم تتيسر لنا في الدنيا لما نقصنا في الحقيقة شيء؟